صلي على الاعلى نبينا صلي على الاعلى محمد صلي على الاعلى نبينا صلي على الاعلى محمد صلي على الاعلى نبينا صلي على الاعلى محمد صلي اشد بيدي ولاد الروبيا عاشقين في رسول الله صلوا عليه الشرفاء ولاد رسول الله صلوا عليه الشرفاء ولاد حبيب الله واحد السلام عليكم الغزالات اهلا وسهلا كي دايرين لاباس عليكم بخير اش اخباركم اش كتعاودوا كي دايرين نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا لا فيديو هذا بصحيحه وسلامه وطول العمر الغزالات ديالي نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وما نقصكم حتى شي خير يا ربي. نبداو ديما على الصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كي دايرين الغزالات ديالي ما تنساونيش من اللايكات ديالكم. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديالي ومرحبا بكم الغزالات. نتمنى ان شاء الله كيف قلت لكم ما تنساونيش من اللايكات ديالكم. كيشجعوني البنات وكيحفزوني باش ان شاء الله كنوض وكنصور معاكم باش كنبدا معاكم الطاقه الايجابيه ديما الغزالات ديالي. غير ما تنساونيش غير كيشجعنا داك اللايك البنات كيشجعنا وكيحفزنا. وشكرا لكم الغزالات على الكومنتات الفنين ديالكم ونتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. هنا بديت لكم من الغزالات ديالي من الصباح. انا روتين صباحي هذا من الغدي والغزالات ما شاركت معكم فطور لا حتى شي حاجه. هنايا البنات ما كنوضوش شويه بكري. هنا في الفطور البنات كتنوض عدوستي كتصايب لينا هكذا الفطور. حنا كنكونوا ناعسين قليل هكذا الا انا صوبت هكذا الفطور. دابا نشارك معكم هكا شي نهار الا هكذا نصاوب الفطور ان شاء الله نشارك معكم الفطير ديالنا. صافي البنات فطرنا هنا. قلت لكم اكثريه كتنوض هكذا عدوستي هي اللي كدير الفطور. ايوا حنايا معكازين ما كنفيقوش بكري. ما كننعسش بكري البنات وما كنفيقوش بكري. ايوا صافي الغزالات ديالي كي قلت لكم فطرنا. غسلت هنايا مازال ما غسلتش المعله باقي ما غسلت لا المعله والو. بديت كنصايب في الغضيوه البنات لا غسلت المعله غسلتهم البنات. حيت بعض المرات كنتربانه كنسبق الغدا هذا هو الاول. لا هنايا خليت درت الكرشه كتسلق البنات هي والريه ما عجبتهم هكا شويه متلجين درتهم يتسلقوا. ايوا بيبي ما تسلقوا البنات غسلت المواعين مسحت الكوزينه غير ما شاركتهاش معاكم. ايوا قلت لكم الغزالات ديالي غسلت هكذا المواعينات عجنت العجينه البنات ودرت هكذا التقليه ديالي كتسلق البنات وبما مسحت الكوزينه ان شاء الله. المهم وقطعتها وراكم شفتوني من بدايه الفيديو قطعتها البنات هي والريه شويه هكا ديال هذيك الشحمه البنات ماشي الشحمه كتكون هذيك الشحمه ديال سميتها هي البنات الهبيله. صافي وشويه ديال المصيرنات دوك المصيرنات كاين اللي كياكلهم كاين اللي ما كياكلهمش حيت حنايا عدوسي هكا كيبغيوهم. صافي ودرت منهم غير شي شويه هكذا. والعطريه البنات درت هكذا شويه الخرقوم البزار سكينجبير الكمون البنات شويه ديال التحميره شويه المروزيه والربيعه البنات والثومه. نتوما البنات الثومه راه كنحك فيها. ودرت البنات ديك الضامه ديال التصفيره ديال التصفيره ديال الزعفران الحر البنات. صافي وهنايا درت الربيعه نتوما وخلطت بيديا ما كاين ما احسن من اليد البنات والله الا ما كاين ما احسن من اليد. كل اللي كيبغي يخلط هكذا بالمعلقه وكل اللي كيبغي انا كنعجبني نخدم بيديا البنات والله. المهم انا هكا دايره كنعجبني نخدم بيديا. صافي خلطت داكشي دخلته مزيان. والملحه البنات على حسب الذوق ديالكم الملحه غديروا القياس اللي كتبغيو نتومايا. راه كاينه الملحه اللي كتكون دابا ملي كنجي انا هنايا للداخل كن الملحه شويه هنايا دايره مجهده كندير غير شويه وديما كتغفلني. صافي البنات ودرت هكا تشحر ودرت البصيله نتوما شفتوني درت البصيله البنات ودرت هكا تشحر. وهنايا كنلوي في العجينه لانني عجنتها هي الاولى. عاد بديت كنغسل في المواعن ومسحت طرف الكوزينه. عاد بديت كنقرض هكذا في هذا في الدواره البنات كاين اللي كيقول الدواره كاين اللي كيقول التقليه كاين اللي كيقول الكرشه. المهم كل واحد كيفاش كيقول ليها. المهم حنا كنقولوا الكرشه البنات كنقولوا الكرشه كل اللي كيقول الدواره. المهم كنقولوا الكرشه
ومن كتبغي الطيبه راه مهم معروفه هي التقليه التقليديه المغربيه. صافي الغزاله ديالي هنا شحرتها مزيان 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 صافي، وغادي نبلل دابا باش غادي نسد عليها ان شاء الله. كتجي البنات غزاله، تبعوا غير الطريقه ديالي، انا كنهضر البنات مع المبتدئات الغزالات اللي يلاه باديات كيتعلموا هكا الطياب. اما خواتاتي اللي كيدخلوا عندي تبارك الله كل وحده والطياب ديالها وكل وحده والتاويل ديالها. هذا مكان الغزالات ديالي، حنايا غير كنشاركوا معكم يومياتنا. نتمنى ان شاء الله يعجبوكم الفيديوهات ديالي، مهم كنعطي الطاقه الايجابيه ديالي والله البنات، واخا كنكون مضغوطه وكنعطيكم الطاقه الايجابيه وكنشارك معكم. واخا ما عنديش السيبوره راني كنصبر غير هكذا، مره كنطلب الاء مره كنطلب دعاء، المهم كنشارك معكم، ما باغاش نغبر عليكم تقولوا هذه غير مشات للداخل صافي غبرت علينا، وما بغيتش نغبر على قناتي. هذا مكان الغزالات، صافي الغزالات ديالي كي قلت لكم هنا كتشد عليا غير دعاء والله الا كنطلبهم، بس ما كيكون كيتفرجوا كنعيط لي تعكست لي دعاء كتجي عندي الاء. المهم صبروا عليا وديروا واحد اللايكات غير كيتشجعونا البنات وكتحفزونا باش كنوضوا كنصوروا معكم والله البنات. دابا راه حنا عرفنا الناس كلشي مسافرين كلشي عطله، المشاهده ناقصه كاع بزاف، اللايكات طاحوا البنات كاع. نتمنى ان شاء الله غير بارطاجيو القناه ديالي باش تعرف ان شاء الله والله البنات اللي كنعطيكم الطاقه الايجابيه. واخا انا راني مسافره حتى انا خاصني ناخذ عطله وخاصني حتى انا نرتاح من التصوير، ولكن ولفنا اننا نصوروا ان شاء الله ونحطوا معكم وما نغبروش عليكم والله، ولا غبرنا البنات كطيح القناه هكذا شويه. ايوا صافي الغزالات ديالي، نتمنى ان شاء الله كي قلت لكم شجعوني باللايكات ديالكم كتحفزونا بزاف بزاف. صافي هنا كنقرص في الخبيز ديالي البنات اللي عجنت، ما شاركتش هكذا معكم العجينه، المهم غير هنايا قرصتها. صافي غادي نطيبها ان شاء الله، راه دوزتي عند الفران ديال الغاز، عند الفران ديال الطو، المهم طيبتها غير في الفران هكذا ديال الغاز البنات، لا ديال الفران ديال الطو البنات. ما ديوش عليا، المهم وحده راني حمرتها شويه، ولكن انا ماشي مشكل واخا نحمرها غير مع الفلاش البنات كتبان محمره بزاف، هي راه ما محمراش البنات بزاف ولكن كيبغيها راجلي. بدا بها هي الاولى والله البنات، من حطيتها بدا بها هي الاولى كتعجبو هكذا الخبز يكون محمر. صافي الغزالات ديالي هنا غادي نحط معكم الغديوات التقليه، يا لاله جات مش غنقول لكم من داكشي، التقليه جات غزاله، جات معلكه، جات بنينه وزوينه هكا. التقليه ملي كتكون طريه قطريه البنات ما طولاتش هكذا في الثلج كتجي زوينه البنات. ايوا هذا مكان الغزالات ديالي، نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديوهات ديالي، كي كنقول لكم ديما الغزالات بارطاجيو القناه مع احبابكم وصحابكم باش نجي ديما نجيكم بالطاقه الايجابيه. صافي هنا قلت لكم حطيت الغديوه ديالي، غادي نتغداو ان شاء الله وغادي نخرجكم معايا ان شاء الله، غادي نمشي هكذا المرجان وغادي ندوركم معايا غير دوره خفيفه البنات، حيت كنمشي هكذا المرجان كتكون كيكون هكا راجلي وداكشي. المهم ايامات العيد البنات ما صورتش لكمش، كانت الدنيا عامره مطرطقه بزاف داكشي، ما شديتش لكم، مشينا جوج مرات البنات المرجان انا وراجلي وداكشي تقدينا، ولكن ما شديت لكم شو. هاد المره مشيت غير انا ودوزتي والدريات هكذا بناتي، صافي مشينا غير انا وياها الراس في الراس. تقدينا داكشي اللي بغينا، تقدينا المهم كنا غاديين البنات كنا غندخلوا ان شاء الله كان المهرجان ديال التبوريضه اللي كنت لحقت لكم الفيديو ديالو البارح، وكان هذاك النهار يلا غادي. هذاك النهار البنات درنا شويه ودخلنا هكذا للمرجان، صافي قلت غنتقدا هكذا شي حاجه للبنيتات هكذا دانونات وداكشي، صدقنا يا لاله. ما كاين غير هزو حط هزو حط. المهم البنات خديت هكذا داكشي اللي قسم الله، دابا نشاركوا معكم اللي غادي نمشي للدار، ضربت لكم دويره في مرجان، نتمنى ان شاء الله يكون يعجبكم تعجبكم هاد الدويره هذه درت لكم المرجان. انا من عشاق مرجان البنات، كنموت على مرجان، حيت في الداخل ما عندناش مرجان، ما عندناش البنات مرجان. ملي كنجي هنا الاسفي عند عدوستي كنمشي للمرجان، المهم اي مدينه مشينا كانت فيها مرجان كنمشي ليها، حنا في الداخل مازال ما عندناش مرجان وزوينه كتعجبني، حتى راجلي حتى هو كيكون هكا خارج غير يتقدى كيمشي يتقدى منها. المهم كاينين اثمنه مناسبه وكاين اثمنه هكا زايدين شويه. المهم ما شديت لكمش هكذا بزاف، كي قلت لكم الغزالات كنشوف بزاف ديال البنات هنا في الداخل صحاباتي عندهم قنوات، كنقول لهم كنسلم عليهم الفيديوهات ديالي، كيمشوا هكذا المرجان كيصوروا داكشي، كنبقى نشوف انايا كيعجبني الفيديو كملي كترمي الاخت ديالي هكذا
صديقه ديالي ولا شي حاجه شي فيديو هكا ديال مرجان كيعجبني كنكتب لها ديما في الكومونتير انا من عشاق مرجان. كنتمنى ان شاء الله كنقول ديما كنقولها لها في الكومونتير كنقول نتمنى ان شاء الله انا مشيت للداخل راه كنمشي له كنتوحشو. المهم ملي كنشوف الفيديوهات والله الا البنات اللي كنتوحش مرجان كيعجبني ندور فيه واخا واخا كعمل ناخذ حتى شي حاجه كيعجبني هكا ندور فيه ونشوف الاثمنه ونشوف المواعنات كيحمقوني حتى المواعن ديالهم البنات. المهم هنا ما شدتلكمش على المواعن ما مشيناش جيتهم لانك النزربانين شويه تعطلنا شويه درت لكم دويره هكا خفيفه واخا ما عرفتي لها شي جوج فيديوهات ما شاركتهمش لكم هنايا حيت جا شويه الفيديو هكا طويل نتمنى والله الا عييت نقص هكذا جا شويه طويل. صافي البنات هنا كدخلت هنا بلاصه العطريه بلاصه تكنار بلاصه المهم انتم هانتوما كتساروا معايا البنات تساروا معايا هنا دوك الفطائر هنا هي الجلبانه بوحدها 25 درهم كاينه الجلبانه فيها الخضر ب 21 درهم. المهم كنوريكم الاثمنه وكنوريكم اي حاجه هكذا شفتها عجبتني راه كنبازي لكم عليها. صافي الغزالات ديالي درنا الحمد لله خدينا داكشي اللي قسم الله اللي عجبني في مرجان داروا هاد السوبيرات هادو وداروا فيهم البنات هاد ايديا هاد الزا هادي ماشي ايديا الزا خميره ديال الحلوه البنات والزا داروا جوج باكيات ديال الخميره ديال الحلوه والزا البنات ديك البيضه ديال الفاني وداروا واحد جوج ساشيات ديال الخميره ديال الدار بروموسيون يعني تاخدي السوبيره معها زعما الخميره ب 21 درهم. خديت البنات ديك السوب خديت منها حتى هي خديت منها وحده صافي الغزالات ديالي. المهم كاينين تخفيضات شويه كاين شويه ديال التخفيضات كاينه شي حاجه غاليه وكاينه شي حاجه هكذا دايرين فيها التخفيض. صافي الغزالات ديالي نتمنى كي قلت لكم يعجبكم الفيديو ديالي نشاركت معكم يومياتي شاركت معكم نهاري كيف دوزتو في الدار نتمنى ان شاء الله تكون عجباتكم التقليه يا لالا وسمحوا لي الا شهيتكم. هذا ما كان الغزالات ديالي كي قلت لكم الغزالات هنا راه كانت جانا عرفتوا البنات جانا شنو دارت لي هنا راه كنت خديت رايبي ما حطيت لكمش الفيديو ديال رايبي وفاش كنت كناخذ لهم دانوناج فتحات لي انا انفو حطيت البنات رايبي هزت واحد شافتها غير عدوزي هزات واحد رايبي قطعاته بغات تشرب عيديه المهم بغات تشربو عقبت انا لحيات دانون عطيتها تشربت جلست تشربت هذاك رايبي حيت هي غير كتشوف واحد الحاجه صافي كتبغي هذيك الساعه صافي عطيتها البنات شربات واش غادي نديروا البنات شدينا ليها الخاطر حيت غاتجي ما عطيتهاش البنات غادي تغوت ليا تما والناس غيشوفوا الشوه وصافي ايوا عطيتها البنات رايبي شرباتو عاد تحركنا هكذا تقدينا داكشي اللي خاصنا صافي البنات ديال البنات الغزالات ديالي درت لكم دويره في مرجان دوره هكذا خفيفه نتمنى ان شاء الله تكون عجبات. صافي الغزالات ديالي غنخليكم مع الفيديو غنطلق لكم هكذا شويه ديال الموسيقى ونرجع معكم ان شاء الله البنات. صلي على الاعلى نبينا صلي لي صلي على الاعلى محمد صلي لي وصلي على الاعلى نبينا صلي لي صلي على الاعلى محمد صلي لي وصلي على الاعلى نبينا صلي لي صلي على الاعلى محمد صلي لي اشد بيدي ولاد الروميا صلي لي انا عاشقين في رسول الله صلي لي الشرفاء ولاد رسول الله صلوا لي الشرفاء ولاد حبيبي على الاعلى نبينا صلي لي صلي على الاعلى محمد صلي لي وصلي على الاعلى نبينا صلي لي صلي على الاعلى محمد صلي لي وصلي على الاعلى نبينا صلي لي صلي على الاعلى محمد صلي لي اشد بيدي ولاد الروميا عاشقين في رسول الله صلوا لي الشرفاء ولاد رسول الله صلوا لي الشرفاء ولاد حبيب الله صلوا لي صافي الغزالة
الجهاد ديالي كيف قلت لكم الغزالات خليتكم هكذا مع شويه ديال هكذا شويه الاغنيه وصافي مع الفيديو البنات طويل بزاف بزاف والله ما كتلقاي هكذا ما تقولي صافي هنايا دورتكم على الحويجات البنات غزالين ولكن غاليين البنات الحويجات غاليين شويه مهم درت هنايا على الحويجات ما حتى المره اخرى ان شاء الله باغا هكذا ناخذ الالاء ودعاء هكا تيشورطات البنات نجي ان شاء الله ونشوف الاثمنه هنايا كيفاش دايره وبغيت ناخذ لهم حتى شي بيجامات هكا تيشورطات ديالهم بالبيجامات ديالهم كيكونوا زوينين هكا صيفيين نشاركهم معكم ان شاء الله المهم هادشي اللي قلت ان شاء الله نخرج مره اخرى ان شاء الله وناخذ لهم هكا شي تيشورطات هنا الكسيوه ديال البنيته بتجانه بنتي نيتا هما عجبوني البنات عجبوني بزاف ولكن كلشي غالي تبارك الله هاد الصنيدلات هادو فنين 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 البنات رطبين البنات عجبوني حتى هما كاينين هادو كاينين عاوتاني شكل اخر حتى هما حتى هما زوينين البنات فنين ما عقلتش على الاثمنه ديالهم البنات والله ما عقلت المهم زوينين خفيفين جربت وحده كانت محطوطه تمايا خفيفه بحال راه كيما لابسه والو البنات المهم كاين حويجات زوينين صنيدلات كلشي زوين البنات خاص غير الفلوس والله الا البنات خاص غير الفلوس الله يجيب الرزق البنات هذا ما كان ملي كتدخلي شي بلاصه كتبغي كلشي كلشي هكذا تاخذي والله ما كتكرهيش تاخذي اي حاجه خصوصا كتمشي هكا للوليدات والله انا خصوصا ما كنفكرش كاع في راسي كنمشي هكا غير لبناتي كنبغي ناخذ لهم هكذا كتعرفوا كل وليدات عزيز عليهم الحويجات دابا مع الصيف خاصهم تيشورتات خاصهم شحال من حاجه ايوا هذا ما كان المهم راه جداهم جابت لهم هكا الحويجات من امريكا غير ما شاركتش مش معاكم دابا نشاركهم معاكم ان شاء الله هاد اللبسات النيت البنات اللي لابسين دابا راه جابتهم لهم جداهم دابا نشاركهم معاكم ان شاء الله في شي فيديو جابت لهم هكا الحويجات ديالهم جابت لهم هكا الجاكيطات دابا نشاركهم ان شاء الله معاكم هنا كنت كندور على العجانه حيت انايا البنات باغا العجانه ان شاء الله كنقول ان شاء الله من منين نكون هكذا غاديه ناخذ شي عجانه الا كتاب يا ربي يا ربي سهل علينا يا ربي هذا ما كان كنقول ناخذ هكا شي عجانه حيت بعمرات كنصبح هكذا مريضه مسخسخه مهم كتلقاي العجانه انك تعجني مره غادي توحشي تعجني بيدك ومره الا كنتي مسخسخه او مريضه راه غادي تعجني هكذا بالعجانه ايوا كنقول ان شاء الله ناخذ شي وحده هكذا تكون مزيانه تكون يعني ماركه زوينه هكذا وناخذ هكذا المهم انا شفت العجانات كل وحده والثمن ديالها كل وحده والاثمنه ديالها المهم ان شاء الله الله يسهل ناخذ ان شاء الله عجانه غير دعيو معايا الغزالات ديالي راه كنت قلت لكم شحال هذه في رمضان قلت لكم ان شاء الله باغا ناخذ عجانه حيت محتاجاها بزاف هذا الشوكولاته هذا كنصور لكم حتى هو راه خديت منه البنات حتى هو خديت منه ما عقلتش الثمن ديالو داير ليه 29 درهم كان 29 درهم قريبه ل 600 ممكن يديروا ديك 29 فاصله يلا كتكون ديك 30 درهم صافي الغزالات ديالي نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو نتمنى ان شاء الله تعاونوا مع اختكم واخا دابا المشاهده نقصات وحتى الناس هكذا مسافرين كيخرجوا مهم غير بارطاجيو القناه وحتى حنا البنات راه حنا معاكم ما نغبروش عليكم حيت بزاف هكا ديال البنات كيقولوا ما تغبريش علينا داكشي علاش حيت عندي متتبعين ديالي واخا غير شويه الحمد لله حمد الله وشكرها البنات واخا قلت لكم عندي غير متتبعين قلالين كنقول اللهم شويه ولا كثير المهم الحمد لله بشوي بشوي البنات ان شاء الله تطلع القناه واخا حنا راه دابا 4 سنين دابا طلعت في 4 سنين دابا في القناه وباقا ما طلعتش ليا المهم كنقول الحمد لله نهار غادي تكتب طلع البنات غادي تطلع ان شاء الله صافي هنايا جينا كان غادي نخلصوا يا البنات غادي نخلصوا البنات ديك التقضيه واش غنقول لكم البنات الله يخطي علينا الرجال وصافي والله تبارك الله راجلنا ملي كيمشي ويلي ويلي شحال كيجيب الله يخطيهم علينا والله يخلي لكم ازواجكم البنات والله عرفتي دابا راه مشينا حنا دينا غير 4000 ريال تصدقنا في 7000 والله شوفوا البنات دخلت غناخذ غير البنات غير دانون ناويه انا ناخذ لهم غير دانونات حيت سالاو ليهم وداك الشيء وقلت ناخذ لهم هكا دانون تندير هكذا نمشي انا ونمشيو هكذا انا وراجلي وداك الشيء وناخذوا داك ناخذوا هكذا ناخذوا ليهم داكشي اللي مولفهم وصافي البنات ايوا تصقنا لاله ب 7000 ريال البنات ديال 7000 وشي 600 البنات ديال هاد التقضيه المهم البنات المهم جبنا داكشي اللي بغينا حتى حنايا المهم شي حاجه هكا للدار خديت عدوسي هكا شي حاجه للدار وخديت انا البنات هكذا
صافي الغزالات ديالي كنشارك معكم دابا التقديه البنات. المهم جبت لها هكذا شي ضمانات البنيتات، جبت هذيك الزبده فيتال زوينه البنات. انا كان الغزالات ديالي وجبت حتى كنوره البنات ديال القزبر. اقتات معكم البنات المونتاج. المهم خديت البنات داك هاد الضامه هذه ديال القزبر. القزبر هكذا دايرينه بحال شكل هكا يابس زعما. خديت البنات هذيك الثومه حتى هي يابسه. المهم هادو الضامه كنت قلتهم انا العدوس ديك الساعه فاش مشات تقدا كالعطريه ديال العيد كانت نساتهم. ايوا صافي منين مشينا للمرجان خديناهم ضروري هكذا. ضروري هكذا كديريهم هكذا عندك الثومه هكذا راه كديرها ما عندكش راه. المهم انا ما كيخطاونيش هكذا في الدار. المهم ضروري البنات خديت انا كنور ديال البقري. خديت كنوره لاله ديال السمن وخديت كنور هكا ديال الحريره حتى واش نهار هكذا ندير الحريره. صافي الغزالات ديالي وخديت هذاك ديال العود الودنين الغزالات وخديت هاد البواطه هذه اللي قلت لكم دايرين برومو زعما حاطينها برومو فيها البنات الخميره ديال الحلوه وفيها هذيك الفزا البنات الفاني. صافي وخديت ليهم البنات شنو خديت اخر الشوكولاته البنات. صافي وخديت لهم هذاك سميتو البنات اللي كيديروا هكذا مع الحليب بناتي انا مشات ليا سميتو البنات ميكسي ولا ما نعرف. المهم حتى هو خديتو ليهم حيت كيبغيوه ليا هكذا مع الصباح كيبغيو يديروه مع الحليب. ايوا البنات هذه هي التقديه ديالي شاركتها معكم خفيفه ظريفه نتمنى ان شاء الله تكون عجباتكم. المهم هادشي اللي تقدينا من المرجان شاركت معكم التقديه ديالي ونتمنى ان شاء الله تعجبكم. وهذا ما كان غزالات. غادي سالي الفيديو ديالي هنا وغنقول لكم السلام عليكم. ان شاء الله نجيكم ان شاء الله فيديو جديد ونهار جديد وديما طاقه والحماس.